السلام عليكم. اليوم جينا نشوفوا معرض جديد ديال افيتو ديال السيارات المستعمله. غنشوفوا شركه رينيو هي شركه رونو اللي مختصه في السيارات المستعمله. غنشوفوا بعض الموديلات والاثمنه ديال هذه السيارات. هنايا غتجي غتلقى اون ايكيب فريق ديال لي كوميرسيون اللي غيتكلف بك ويرجع الطوموبيلات ويشرح لك اي حاجه مختصه بالطوموبيل ويتكلف بك ان شاء الله تاخذ السياره. جينا هنايا كنوريكم في الشوروم فين محطوطين الطوموبيلات السيارات من كاع الانواع. كما كنعرفوا رينيو كدير ماشي غير رونو ولا داسيا، كتبقى عندها ملتي مارك يعني كاع الماركات. لوجيستيك واي، هاد رونو اكسبريس. خليكم معايا في هاد اللايف باش نوريكم الاثمنه ديال السيارات و ليطا ديال الطوموبيلات. كما كنعرفوا هاد الطوموبيلات كلهم اكسبرتيزي، ملي كنقول اكسبرتيزي يعني كلهم مقلبين، ما فيهمش اكسيده، ما فيهمش ترافيك في الكيلومتراج. كاينين السيارات اللي فيهم الكارونتي، عندك لا بوسيبيتي باش تاخذها بالكريدي. هادي اكسبريس نوفو موديل اللي عوضات داسيا دوكير في لا فيرسيون فان فيرسيون يوساج كراسا ديال الخدمة. عندك رونو كوليوس، معرض ديال افيتو اكسبو بدا اليوم، هو مختص في السيارات المستعمله. ملي كنقول السيارات المستعمله يعني كتلقى كلشي كاع الماركات كاع الانواع ديال الطوموبيلات. اليوم في هذا اللايف غنشوفوا شركه رينو شنو كتقدم لينا، الطوموبيلات اللي عارضاهم هنايا. وكما كنعرفوا راه كاين السيت ديال رينيو اللي غتتمكن تشوف فيه كاع ستوك اللي عندهم، يعني ماشي غير الطوموبيلات اللي كاينين هنايا، الطوموبيلات اللي عندهم كاملين. كنحاول نشوف شي طوموبيل نوريها لكم اون ديتاي. مثلا هاد الميغان، هاد الميغان 4 فيرسيون اكسبلور كنعرفوهم بهاد لي جونط هادو، كيكونو جونط 16 بوص 10 بوص اوتوماتيك. هادي ضربة 69000 وفيها بوط اوتوماتيك كما قلت لكم. هادي هي ميغان 4 كيفاش دايره من الداخل في لا فيرسيون اكسبلور و بواط اوتوماتيك. الطوموبيلات راه كلهم كيكونوا مقلبين كما قلت لكم، كتسري وانت بالك مرتاح عارف ان الطوموبيل ما فيهاش كسيده، ما فيهاش كيلومتراج اللي معاود، يعني 79000 كيلومتر هي اللي كاينه. الطوموبيلات فيهم غارونتي. حاجه اخرى هو ليطا ديال الطوموبيل، الطوموبيلات كلهم كيكونوا جداد. كاع الكونسومابل مبدل، كي كنقول كونسومابل يعني غتجي غتركب غتلقى فيها فيدونج، غتلقى فيها نوات اللي باقي اون تخي بون ايطا. هادي 2020 ميغان 4 2020 اوتوماتيك ضربة 79000 لا فيغسيون اكسبلور. لا فيغسيون اكسبلور هي تقريبا نص عمارة. هادو كيكون فيهم 1 لتر 5 دي سي في 110 الخيل. ميغان 4 فاز 1 74000، الثمن ديالها 196000 درهم. شوفوا الطوموبيل الاخرى، الطوموبيل اللي رخص مثلا شوفوا الكليو 4، كليو 4 هادي 2019 لا فينيسيون بيزنس. شوفوا الكيلومتراج ديالها، شوفوا كي دايره من الداخل. هادي ضربه 81000، كليو 4 معروفه ما نحتاج بريزونطيها، كلشي كيعرفها بوطا مانويل. شوفوا الثمن ديالها، لا
2019 ضرب 81,000 فينيسيون بيزنس دير 11 ميجا هذا كليو 4 تي ار بي فاز دو روسيا فيسي كنشوفو ميكرا الناس اللي ما كيعرفوش ميكرا ميكرا راه نقدر نقولوا هي كليو 4 عند نيسان في لا ميم بلاتفورم نفس الكاروسري لا من البيبان لا من الكابو لا من الريفر مثلا من لا موتوريزاسيون لا من لا ستركتور كله ديفلوبمون ديال رونو مع الشركه ديالها مع نيسان عندنا كليو 4 في رونو وميكرا في نيسان هادي ديزل ان ليتر 5 اسينتا بلس حتى هي نص عماره كما كنقولوا موين كام 2020 شهر 7 جديد ديال نجران 73000 كيلومتر الثمن ديالها 15 مليون مثلا نشوفو شي ماركة أخرى ماشي غير عند رونو شي ماركة بحال فيها تيكو هاد فيها تيكو 2018 ضربة 75,000 مازوت اسيس مازوت لا شونس كاستر كوميسيون لوريال عامرة كيفاش جوان خويا الناس اللي مكتعرفش رينيو راه هي الشركة هي السمية ديال غونو في السيارة المستعملة كما كتشوفوا هنا 2020 ضربة 18000 كيلومتر طوموبيل باقا جديدة 18800 نار لوجي دي ستيب واي الناس اللي كتسولوا واش السيارة دازو في الخبرة دازو في الخبرة كلهم كيكونوا مقلبين سيرتيفي كتقدر تاخذ حتى لا كارونتي معاهم وكما قلت لكم كتشريو بالك مرتاح يعني الطوموبيلات باينين مقلبين ما فيهمش لا كسيده خايبه لا كيلومتراج ترافيك هذه 2021 شهر 12 2021 ضربة 38,000 لوجي ستيب واي 146,000 الناس اللي كيسولوا على الفينونسمون بصح كاين لا بوسيبيتي باش تشري سيارة مستعملة عند رينيو بالكريدي داكشي علاش كنقول لكم من الأحسن تجي تشوف الطوموبيل اللي عجباتك راه تلقى دي كوميرسيون ديال شركة رينيو اللي غيتكلفوا بكم يوريكم الطوموبيل اللي بغيتو الفوا تعجبكم الطوموبيل تلقاو الحلول ديال الفينونسمون يعني كاين لا بوسيبيتي ديال تهز الطوموبيلات بالكريدي وخا سيارات مستعملة كنحاول نقربكم او ماكسيموم من هاد الحدث ديال افيتو اكسبو حيت معرض جديد عمرنا شفنا هاد معرض ديال السيارات المستعملة من دماتو افيتو هادي اول اديسيون جينا اليوم عند رينيو شنو حاطين عند فهاد المعرض شنو هما الطوموبيلات اللي كيقدمو هاد المعرض كيتواجد في اسباس طورو عين دياب الناس ديال كازا راه غيعرفوه حدا التيرانات ديال الاطلنطيك اللي مقابلين مع العون بلاصة معروفة في عين دياب كنتمنى يكون عجبكم اللي باقي عنده شي سؤال خليه ليا في الكومنتير راه نجاوبكم عليه من مع السلامة مع شركة جديدة غتلي مع السلامة